اللعب الدولي أيمن عبد النور اللي معانا مباشرة من الدوحة. صباح خير ونهار زين أيمن. صباح خير عليكم، جميع المشاهدين والمستمعين. مرحبا بك أيمن. البارح يخرج عن صمته في بعض المواضيع في علاقة بالمنتخب بطبيعة واللاعبين، وأيضا في علاقة بزميلتنا الصحفية نعيمة ساسي، بطريقة خلت كل الناس البارح تقريبا بإجماع رافضة ما كتبته وما دونته أيمن عبد النور على انستغرام في حق زميلتنا نعيمة ساسي، صحفية رياضية مهنية محترفة وأخلاق عالية الحقيقة. انا حكيت انا وياك البارح شوية في الأوف واكدت لي اللي انت ما تعرفيش نعيمة كصحفية. اعطيني ايمن، مانيش مستنسين بك تحكي بهذا الاسلوب ولا بهذه الطريقة ولا بهذه العبارات معناها. باهي، مره اخرى مرحبا بك. عارف اني راني في فرنسا، مانيش في الدوحه. داكوغ، نصلح لك شويه. لكن اني البارح بعثوا لي برشا معناها دي ميساج العباد ومن العائله ومن الناس الكل على مدام نعيمه اللي قالت اللي ايمن عبد النور فك بلاست علي معلول اللي هو زميلي وصاحبي واخويا واللي خذا له بلاست ولعب فيها في الكوره في منطقه الكوره، ما فهمش نفك بلاستي طرق اخرى. نجم تفك بلاستك كان بالكوره كي تلعب مليح لونترونور يحطك، وديجا وقتها سيفري مش بلاستي، لكن نحب ديما نلعب اكسيال معناها في مدافع يعني في وسط الملعب مش على اليسار. لكن المدرب وقتها احتاجني باش نلعب اغوش لانه عنده تكتيك في مخه ويحب يطبقه. مي تي نو بو با دير نو، فهمتني؟ تي نو بو با دير نو كوتش وبريزيدون باش يقول لك مثلا لازمك تلعب على اليسار وخاطر عندنا احتياجات الغادي. فهمت؟ لبيت الطلب ولعبنا المباراة كما لعبناها وفات. هذا التوضيح الرياضي معناها وصل. ما كانش ممكن أيمن وأنك تجاوب بالطريقة هذه، أنك توضح هكا وهكا، خاصة أنه أنا حتى رجعت سمعت الحوار الحقيقة وعاودت سمعته أكثر من مرة، ما فيش حتى كلام غير لائق معناها. يمكن فقط كصحفية رياضية أعطت رأيها في موضوع، ما قالتش حاجة خارجة عن النطاق. والله صحيح، هو الكلام نتاعها كان معقول وكان رياضيا وما فماش حتى مشكله مع مدام نعيمه. ديجا كلموني البارح زملائها الكل، معناها فما تقريبا مينيموم 10 12 تليفون جاني قالوا لي راهي امراه متربيه امراه محترمه راهي ما تقصدش واحد كل شيء. دونك اني بيان سور ديريكت معناها قالوا لي فسخ ستاتيو، فسخت ستاتيو على خاطر جو بونس الكلام اللي قلته معناها يظهر لي جارح في حقها ونظن اللي هي تغشت وكل شيء. يعني مانيش نحب نغششها ولا نحب نعملها معناها حاجه اللي تخليها متقلقه توجع كلام وجعها. الحقيقه ايش نقول لك؟ يعني الكلام نتاعها وجعني زاده شويه على خاطر حكيت على معلومه غالطه ياسر وما فماش منها ومش هكاك. معناها صحفيه حسب حكاوا لي عليها زملاء البارح اللي هي عندها اكسبيريونس وخدمه طبعا في ميادين كبيره واحده كل شيء، فهمت؟ معناها يظهر لي كان ثبتت شويه في المعلومه واعطت معناها المعلومه الصحيحه تكون معناها الامور خير، واني وقتها ما نجاوبش خاطر هذاك حقها المهني، فهمتني؟ اني يظهر لي بعد عملت رياكسيون شو هبطت معناها حاجه هذيك. جو بونس اني زاد غلط برشا، مي جو بونس سيغ سارتان. دونك مدام نعيمه كانت تغشت ولا معناها كانت نرفزت ولا وجعها كلامي، بيان سور معناها هذيك اختنا الكبيره وما نجمو كان نعتذروا لها ونقولوا لها مدام نعيمه ما تتغشش، راني ما عرفتكش من الاول وراهي معلومتك زاده مسيتني بها شويه خاطرها غلطه وراك معناها اختنا الكبيره وراني والله كان جيت في بالي معناها اللي انت صحفيه وتخدم وحدك كل شيء خاطر نحترموا برشا الصحافه، رانا ما هبطنيش الحكايه هذه. هو بصفه عامه حتى كان مش صحفيه معناها الاسلوب هذاك ماهوش اسلوبك ايمن، واسلوب بعيد الحقيقه على اي تعامل مع اي انسان مع اي امراه بصفه عامه. دونك اعتذار رسمي من ايمن عبد النور للنعيمه لنعيمه الصحفيه النعيمه السيسي. يعطيك الصحه ان توكا، واحد كي يغلط ينجم يعتذر وكلنا نجم نغلطوا، والاعتذار بالعكس ما ينقص منا حتى شيء، هو يزيدنا.
اليوم الصباح قبل شوية قبل ما ندخلوا للحوار نعيمة سيسي صرحت عن زميلنا أيمن جارة على موزايك، وأنا باش تقدم بيك قضية في الثلب بتبيع على التدوينة هذه. باهي والله ايش نقول لك يعني، معناها اللي تحب تعمله هي خليها تعمل، يعني كل راح بصدر، معناها مانيش معارض على حتى شيء. يعني تكلمت قلت اللي لازم نقوله، هي معناها قالت حاجات غاليه مس ما غلطه مستني، دونك بعد مدام نعيم اذا كانت تحب تمشي لوين تحب هي تنجم تتفضل، لكن اني معناها ما كنتش نعرفها وما كنتش قاصد معناها باش نجرحها ولا حاجه، دونك من بعد هذاك اش نجم نعمل. يعطيك الصحه ايمن، اون توكا الاعتذار نتاعك وصل، احنا تو نحاولوا نتصلوا بنعيمه من بعد نشوفوا شنو رد فعلها. زميلتنا نعيمه ساسي صباح الخير ونهارك زين نعيمه. صباح الخير عليكم، صباح الخير لكل مستمعي ديوان فام. مرحبا بك نعيمه. دابوغ احنا كديوان فام وكل الزملاء بطبيعه ما نجموا الا نعبروا على دعمنا المطلق ليك ولا مشروط، وهذيك علاش اصرينا وانه تكون كل الاطراف حاضره وموجوده، واصريت شخصيا وانه لانه البارح حكيت انا وياك كيما حكيت انا وايمن في الليل، وقال لي نفس الكلام اللي قاله صرح بيه قبيله شويه في الاذاعه، وقال لي قل لها كلامي الكل معناها كيما قلته لك ونعتذر منها، لكن انا اصريت وأنه كيما الإساءة كانت علنا وأنه الاعتذار زيد يكون علنا، هذاك علاش اليوم خذيته صباح بالتليفون. ما نعرفش إذا كان تابعتنا سمعت اللاعب أيمن عبد النور شنو قال ولا الحقيقة عفيف ما تابعتش الكلام اللي قاله عبد النور، هو قال بالاعتذار. سامحني لأني مقرفة شوية. لطف عليك. وقام بالاعتذار يعطيها الصحة، لكن الاعتذار وقت اللي يجي متأخر ما يعتبرش اعتذار، لانه انت وقت اللي تكتب تدوينه ولا تعمل ستوري فيسبوك يا اما تتحمل مسؤوليه الحاجه هذيك يا اما لا هكا ولا لا. هذا هو يعني، اذا كان انت كتبت عملت ستوري هذيك تقول لي انت في وقت نرفيز في وقت غش، فما شكون بعث لي وقال لي راهو نعيمه سيسي قالت كذا وكذا، لازمك تتحرى اول حاجه، لازمك تسمع الكلام اللي قالته نعيمه سيسي. اذا كان باش تجاوبني جاوبني بالطريقه اللي انا حكيت بها، مش بالطريقه المنحطه نوعا ما. ما انا ما نحبش نقول نوعا ما لانه منحطه، لانه ريت نعيمه الكحله وحاجات تربينا عليها معناها في التاريخ نتاعنا، بيرسوناج مزيان ياسر نعيمه الكحله وسهام مصدق وكيفاش عملت البيرسوناج هذاك، معناها تنجمش تكرهها الانسان هذيك ولا ما تنجمش تكون صوره خايبه. بالنسبه لي انا راهو ما تهزنيش، بالنسبه لي انا حاجه كيف هكاك العكس، انا كيف بعثوها لي وقريتها ضحكت عليها برشا، خاطر الشيء من تاهو لا يستغرب. اذا كان دي فوا تعرف تعديت 19 سنه تعديت بالانواع والاشكال نتاع الرياضيين والمسؤولين والجماهير الرياضيه الكل، يعني حاجه كيف التدوينه هذيك راهي مش باش تهز من نعيمه ساسي اللي عديت عمرها الكل في الاستادات، واللي معناها الكره نعرفوها نحن الكره للذكور والكره للرجال. وقت اللي انت تلقى روحك وفي المجتمع الذكوري هذاك وتلقى روحك في الدومين هذاك وتكافح وتخلط وتعمل اسم فيه، اعرف اللي انت راهو في بلاصتك موجوده في البقعه هذيك ومكانك هو في هذيك فقط. بالنسبه للاعتذار نقول لك عفاف خليها شو حاليا لا، حاليا لا، لانه برشا ممارساتها كيه قاعده تمارس على الصحفيين كل مره. لكن نعيمة زيدا ما فماش شكون خرج واعتذر بطريقة واضحة. أنا ندعوك باش تسمع التصريح نتاعو كاملا قبل ما تاخذ أي قرار، وعندي ثقة في حكمتك وحنكتك وشخصيتك وأخلاقك نعيمة، على خاطر أنا زيدا كيما نعرفك أنت شخصيا من سنوات وعشرة كبيرة ونعرف معدن نعيمة ساسي، نعرف أيمن عبد النور زيدا، والحقيقة مش منطبعوا الكلام هذايا إلى توجور سو سوف غاردي اون ايماج كلاس دو لوي، معناها ماهوش من النوع اللي يخف ويبدا يصرح ادوات يا جوش، هذيك علاش بهتنا الناس الكل البارح، وهو اكد البارح واليوم اللي كي جاتو البوبليكاسيون ما كانش سمع الحوار، ما سمعش بالضبط شنو اللي قلت، وخاصه ما كانش يعرف اللي انت جورناليست. بون نجمو نكونوا واحد
عايش البرة مش شرط عنه بالشعر. برنامج رياضي مستدعين واحد متعدي في الشارع. هو راهو قالوا الكلام هذا وقال اللي هو غلط وهذا كل قالوا هو راه. فهمت دونك هذاك علاش انا ندعوك وانك تشوف تستمع جيدا للحوار. دونك مبدئيا نعيمة سيسي ماكش رافضه الاعتذار الرسمي من ايمن عبد النور؟ حاليا لا، حاليا لا عفيف، لانه مانيش نقول لك راني معناها مش مانيش موجوعه بالحق. حاجه ضحكتني على الاخر لانه انا راني حبيت اكون وسط خير بعدي هذاك علاش ما بين امبارح في الليل واليوم قعدت اتكلم فيكم الزوز. نعرف عفيف وتعرف انت معزتك عندي، لكن والله العظيم مش لي انا، مش لك نعيمه كشخص نعيمه، لكن البرشا ناس في المستقبل لازم تتعلم ان كي تجي تكتب وتجي تدون تحسبها قبل ما تكتب وقبل ما تهبط اي حاجه، لانه بالحق الممارسات هذه على الصحفيين وقاعدين سامحني في الكلمه ناكلوا في المصبط، وقاعدين الناس تتنمر علينا وكل مره صحفي كل مره كذا. اذا كان احنا كل مره نقبلوا الاعتذار ونسكتوا الى متى؟ باش تقعد الناس هذا كيف نفس الممارسات من الفنانين من الرياضيين من المسؤولين من كذا وكذا. اذا كان ما يتحطش حد للحكايه هذه باش تقعد متواصله راه، باش تقعد متواصله وبطريقه افظع راه. نفهم الناس تاخذها من جمهور او تاخذها من جماهير عاج تستقبلها عاج، لكن من شخص عمل الكارير هذيك في حياته فالنسيا وتولوز وكذا 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 وموناكو، ونحكيو على الاحتراف وبعد ما نكونوش محترفين في 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 سوري في فيسبوك، انا هكايا نقول لك لا، ممكن خليها للوقت حاليا لا. دونك انا نتفهم موقفك برشا الحقيقه وفي علاقه بالقضيه. دونك انت متمسكه انك باش ترفع قضيه؟ أكيد أكيد واضح نعيمة. إن شاء الله ديما مزيد من النجاح بالنسبة ليك في الكارير متاعك، اون تخي بيل كارير، وهكريت التفاعل مع الوسط والإعلاميين والرياضيين وكل الناس اللي تبعوا كسوا الكرة ولا حتى من مجالات مختلفة. كيفاش كان رد فعلهم ظهر لي هذايا، معناها في الأخر كان نغزر للجانب الإيجابي ظهرت لك قيمتك وبلاصتك وفي قلوب الناس ساعة محبة كبيرة عفيف. برشا برشا في قلوب الناس نعيم. عفيف عفيف انت شفت الدايوغ يعني حتى تدهينة فيسبوكية ما حسيتها، الناس هي اللي فعلت في عودي، الناس هي اللي بعثت لي، الناس هي اللي كلمتني، الناس تعرف نعيمة سيس، الناس تعرف خدمة نعيمة سيس، الناس تعرف ضمير نعيمة سيس. كلمة الحق توجع عفيف، كلمة الحق كي تتقال في وقتها توجع وتوجع برشا عباد، لكن سورتو إذا كانت تتقال من امرأة واللي توجع اكثر، والمراه بلاصتها في الكوجينه، والمراه لا لا مش بلاصتي في الكوجينه، بلاصتي في المكان اللي انا فيه واكثر من اللي انا فيه. في الميدان متالقه ديما داعمة سيسي على غالب، انا حبيت انه تقف الحكايه هوني وأكهو ما نزيدوش نقدموا القديم. عموما شكرا ليك نعيمه سيسي، يعطيك الصحه على الايضاحات هذه الكل.